عبر مناصر حزب سيريزا اليساري الراديكالي عن فرحتهم للفوز التاريخي الذي حققه حزبهم في الانتخابات اليونانية، معربين عن أملهم بأن يساعد صعود سيريزا إلى سدة الحكم في تحسين الأوضاع الاقتصادية. أنا عاطلة وعمليا بلا مأوى، أقيم في منزل مؤقت تابع للبلدية، أتقاضى راتبا هزيلا، أبحث عن عمل جيد منذ سنوات عديدة، أعتقد أن الأمور الآن ستتغير للأفضل. متحمسة للغاية وسعيدة لأنه أمر جديد على اليونان وعلى أوروبا كلها، فهو حزب من أقصى اليسار، نأمل أيضا أن تساعد هذه البداية الجديدة كل أوروبا. أما مناصر حزب الديمقراطية الجديدة فأرجع الخسارة الكبيرة ليمين الوسط إلى حالة الغضب التي يشعر بها اليونانيون جراء سياسات التقشف. ليست نتيجة جيدة لحزبي. أعتقد أن الغضب هو ما حرك الناخبين اليونانيين، لأنه لا يمكن الاعتقاد بأن اليونان تحولت إلى بلد يساري في مثل هذا الوقت القصير. مراسلة قناة يورو نيوز في أثينا تقول: حسب النتائج الأولية في انتصار حزب سيريزا يلوح في الأفق انتصار يحمل رسالة مهمة لأوروبا، وهي رسالة لا تعبر فحسب عن اليونانيين بل عن كل جنوب أوروبا أيضا الذين خبروا سياسات التقشف.